انظروا إلي يا أصدقائي، إنني أركب الدراجة. انظروا إلى مهارتي. واو. انتبهي يا لولو حتى لا تسقطي. لا 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 تقلقوا يا أصدقائي، إنني ماهرة جدا. انظروا إلي. ألم أخبرك يا عزيزتي ألا تقودي الدراجة بهذه السرعة؟ كما أنك أيضا لا ترتدين الخوذة. أين الخوذة؟ إنها هناك. حسنا، سوف أذهب الآن وأعقم لك هذا الجرح. إنه جرح بسيط يا عزيزتي، لا تقلقي. هيا هيا يا عزيزتي، هيا قومي. شكرا يا أمي. هيا، هل أنت بخير؟ وأين هي خوذتك يا لولو؟ إنها هناك بجانب المظلة. حسنا، سأذهب وأحضرها. انتظري هنا. حسنا حسنا يا أمي. حسنا يا عزيزتي، اجلسي هنا. أحسنتي، سأذهب الآن. دعيني أرى جرحك. هذا هو الجرح يا عزيزتي، لا تقلقي، إنه جرح صغير، سأنظفه الآن. هل يؤلمك؟ قليلا. لا تقلقي، لا تقلقي، لا تقلقي، ستكونين بخير. ها أنت بخير الآن. ارتدي الخوذة ولا تسرعي بقيادة الدراجة. حسنا يا عزيزتي، هل هذا واضح؟ نعم يا أمي، أعتذر كثيرا. حسنا، لا بأس، انتبهي لنفسك. حسنا يا أعزائي، استمتعوا بوقتكم. باي باي. باي خالة باربي. لولو، هل أنت بخير الآن؟ نعم بينك، أنا بخير. حقا يا عزيزتي، لقد قلقنا عليك. شكرا بلو، أنا الآن بخير. الآن سوف أذهب وأتزل الخوذة. يا إلهي، وأنا سوف أكمل اللعبة بالدب. أما أنا فسوف أركب هذه السكوتر. لقد ارتديتها بشكل مضحك. لا يا عزيزتي، إن شكلك جميل، والأهم أن لا تسقطي على الأرض، وهذه الخوذة سوف تحميك إذا سقطتي على الأرض. هذه الخوذة حتى تحمي رأسي إذا سقطت. نعم، سوف أكمل الآن اللعبة بالدراجة. حسنا، نحن سوف نكمل اللعبة هنا أيضا. يوجو، ماذا تفعلين هناك؟ إنني ألعب بالدمية هيلو كيتي. أنا أحب أن ألعب بها. أنا لا أحب ركوب الدراجة. حقا إنها فكرة جميلة، سوف أتي وألعب معك بهذا الدب البنفسجي الجميل.